دكتور برادعي، سريعا ماذا حدث لمشروع الاسكان الاجتماعي وبيع الاراضي بالقرعه بقى، الاراضي اللي هي الاصغر مساحه للشريحه المتوسطه؟ هو الحمد لله حضرتك، انا يمكن قلت لحضرتك قبل كده، متوسط ما كان بيتم بيعه في هيئه المجتمعات العمرانيه اقصى معدل وصلنا له كان 7000 قطعه في السنه على مدار السنوات اللي فاتت. احنا لغايه دلوقتي طرحنا حوالي 17000 قطعة في القطع الصغيرة دي. الحمد لله الإقبال كان فوق كل التوقعات، يعني عدى كل الحدود. وحتة مهمة كمان، عشان الناس كانت بتشكك في قدراتنا على التسليم، احنا المرحلة الأولى تقريبا سلمناها كلها، اللي هم 6000 قطعة اللي اتطرحوا أول مرة تم تسليمهم فعلا، فاضل جزء في 10 رمضان بيتم تسليمه دلوقتي. يعني اللي قلنا عليه بإذن الله ربنا يسر وفعلا سلمنا الأراضي. الجزء الثاني اللي هم 10000 دول القرعة بتاعتهم إن شاء الله يوم الثلاثاء الجاي هتبدأ وهيتم تسليمهم فور انتهاء القرعة. لو أقول لحضرتك الإقبال والديبوزيت اللي اتدفع، اللي هي المقدمات اللي اتدفعت عشان تدخل القرعة، مش حجز، يعني حجز مجرد إنه يدخل القرعة، تعدى كل اللي كان. العشر تلاف قطعة لو حيك، يعني أنا هقول رقم لأن أنا محتاج أقوله عشان الناس تعرف أن السوق، أن الحياة في مصر ما زالت مستمرة بنعمة فضل من المولى سبحانه وتعالى. إحنا القطع كانوا 10000 قطعة. نعم. اللي دفعوا مقدم ديبوزيت 10000 جنيه، بيدفع 10000 جنيه بس عشان يدخل القرعة. عشان الجدية. عشان الجدية. خدنا 2 مليار 180 مليون جنيه كاش اتحطوا في بنك الاسكان والتعمير. طبعا دول بيستردوا في حال، لا ده بيستردوا في حال عدم الرسوم زائد الفايده، عشان بس الحته زائد الفايده. بس انتوا ما بتاخدوش الفايده. انا بقول لحضرتك قدام الناس كلها، احنا الاموال دي اللي ما بترساش عليه القرعه بيسترد امواله مضافا اليها فايده البنك المركزي عن الفتره اللي عادتها الفلوس، عشان برضو البعض بيظن. انا افتكرتكم هتاخدوا الفايده. لا معلش، اصل حضرتك بتقوليها بالروح الطيبه دي، انما البعض بيظن ان احنا بنحاول نجمع فلوس عشان ناخد عليها فوائد ونستفيد. الفلوس بتسترد لصاحبها، بترجع لصاحبها زائد الفائده، لكن انا عايز بس حضرتك تشوفي المؤشر. طبعاً. انه لما اطرح 10000 قطعه يتقدم لي على ال 10000 218000 واحد ويدفعوا لنا 2 مليار 180 مليون جنيه. طبعا ده رقم. ثقة في الدولة برضه. ثقة في الدولة، اهتماما بأرض مصر، الاستثمار العقاري مستمر، دي كلها مؤشرات. ومؤشر لنجاح المشروع. طبعا. حضرتك بقى تسمعي سلبيات، والله أصل بقى في سمسرة بيدخلوا، أصل مش يعني بنسمع بعض التعليقات، طبعا كمان الله سبحانه وتعالى، أنا لا أنفي إن طبعا يكون في نسبة ضعيفة جدا، لكن إحنا حطينا قواعد صارمة إنه مفيش تصرف، مفيش توكيلات، مفيش أي تصرفات، وبيعاقب إذا حد ساعد حد على صدور توكيل من غير ما يرجع للهيئة، أو إنه يبيع أو يتنازل أو أي إجراء، إلا بعد ما ينتهي بناء المبنى بخمس سنوات. يعني يبني المبنى كله وياخد شهادة صلاحية بالمبنى وخمس سنوات يمروا عشان يقدر يبيع. قولي لي مين السمسار اللي يدخل في دي؟ هل صحيح انه كما تردد في بعض الانباء الصحفية ان لجنة الاسكان في مجلس الشعب اوقفت هذه المزادات او هذه عمليات القرعة حتى وجود حكومة جديدة؟ يعني شوفي حضرتك، هو انا ما جاليش حاجه رسميه بالمعنى ده لغايه دلوقتي، لكن انا قريت في الصحف زي ما حضرتك بتقري، والحقيقه يعني السيد رئيس اللجنه يعني رجل فاضل، لكن انا ما جاليش حاجه بالمعنى ده، وانا مش متصور انه حاجه زي دي تحدث بالفعل، لانه المشروع ده زي انا جيت مع حضرتك هنا وشرحنا المشروع كله. المشروع ده عنوانه اللي هيظل ثابت العداله الاجتماعيه، ان انا ببيع اراضي بالمزادات وبالاسعار المرتفعه زائد الخدمات بتاعتها، وببني بيها المليون وحده سكنيه بتوع الغير قادرين المحدود الدخل، وبدي أراضي مرفقة بسعرها المساند من الدولة لمتوسط الدخل. بس الأنباء اللي كانت ترددت أن لجنة الإسكان ترى أن الأسعار رخيصة جدا، وبالتالي يجب إيقاف كل هذه المشروعات لحد ما تيجي حكومة بقى تقدر، حكومة منتخبة زي ما بنقول تمثل الأغلبية تقدر تحاسب. أنا بقول لحضرتك أنا مش متصور أن البرلمان الذي هو فعلا ضمير الأمة بكل المعنى الرائع ده هو اللي يوقف مشروع للعدالة الاجتماعية، أنا مش متصور هذا. وعشان كده أنا مش عارف طبعا مدى جالك رسمي، ما جالكش رسمي؟ لا ما جاليش رسمي بالنسبة للمليون وحدة سكنية أو للأراضي كلها بصفة عامة، يمكن جالنا عن جزئية صغيرة فيها. جالكوا عن أي جزئية؟
يعني كان بعض النواب في منطقة ما يعني أثاروا الموضوع ده، لكن أنا مش عايز أركز عليها قوي. لكن عايز أقول لحضرتك أنه لا يعقل، لا يعقل، ما فيش عاقل يتفق على أنه مشروع بهذا الوضوح في تحقيقه للعدالة الاجتماعية، حق السكن اللي هو حق من حقوق الإنسان، لما نيجي ندعمه بنتكلم عن 1,000,000 وحدة سكنية، أو نقول إن احنا هندي أراضي لمتوسط الدخل بأسعار مساندة من الدولة، ما أعتقدش إن في حد يعني يوقف ده ويعطل ده في انتظار حكومة جديدة. أتمنى ذلك. أعتقد يعني إن دي عملية صعبة جدا، وأنا الحقيقة عندي أمل إن يكون الكلام ده إن شاء الله مش صحيح. هتتصل برئيس اللجنة؟ قوي إن شاء الله. هنخرج فاصل أخير، وبعد الفاصل نواصل في الدقائق الأخيرة مرة أخرى بنعلن عن أراضي المصريين في الخارج، ده إعلان رسمي ونحاسب عليه بعد الفاصل.